أبدأ معاك منين ولا منين يا سعيد وانت حالتك حالة؟ كسرت الأربعين يا سعيد والحد دلوقتي بتحسب حسبة كل شهر، الحسبة إياها طبعاً، إشي إيجار البيت وإشي طلبات ولسه مصاريف مدرسة خالد ومنال دخلت الحضانة ومرات أخوك خلفت، معقولة مش هتجيب لها الدنيا؟ أكمل ولا كفاية؟ كده كده أنت داخل في الجدار، بس تصدق فكرة، ليه ما تقومش تخش في الجدار بجد؟ لا والله بتكلم جد مش بهزر معاك، قوم ادخل في الجدار. أيوة كده يا سعيد، من زمان زق الكرسي، ما يهمكش حد يا سعيد ولا حتى ده، دول عايزينك تقعد تقزقز لب جنبهم، ما تسمعش منهم، ما تسيبهمش يكسروا مقاديفك، اجري يا سعيد. كده بدأت تفهم؟ شفت يا سعيد، اثبتت لهم انك صح وبدأت تلعبها صح وكسبتهم في صفك. روح. ايوه يا سعيد، كده بدأت تفهم. يلا يا سعيد على الجدار اللي بعده. ايوه كده صح يا ولد. الله، نقول ونعيد، سعيد خلى الكل سعيد. نفض هدومك، اجري يا سعيد، روح يا سعيد. مين ده؟ المدير؟ ولا يهمك منه، خليهم يتعلموا منك، اللي جاي أحلى يا سعيد، اللي جاي أحلى، شايف عيونهم هتطلع عليك. روح يا سعيد، الله عليك يا سعيد، بقيت أشهر من نار على علم. اجري يا سعيد، روح يا سعيد، حتى لو وقعت قوم يا سعيد، ما يهمكش المدرب، روح. رمى عليك ولا يهمك، فوت في الجدار التاني، فوت. انت لسه سليم يا سعيد؟ انا نسيت اقولك ان في دخلة في جدار تكسبك وفي دخلة في جدار تخسرك، انا كده قلتلك، والقرار في النهاية يرجع لك.